السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا. لو قناتك اتسرقت، قناتك اتحذفت، حصل لها اي مشكلة، مش عارف تدخل القناة من جهازك او من الهاتف، اخترقت القناة، نسيت الباسورد، اي مشكلة، ان شاء الله في حل. بس قبل ما ندور على الحل، كل واحد او واحدة منكم يجيب ورقة او مستند ويكتبوا البيانات المهمة. يبقى نكتب المعلومات المهمة دي في ورقة كده خارجية، في مستند، وما يكونش الجهاز عرضة للاختراق، حد يوصل للمعلومات دي. هتقولوا لي لا، احنا حافظين الايميل وحافظين الباسورد. ما تضمنوش ايه اللي هيحصل بعد كده، ممكن تنسوا، اي حد بينسى، وعلى فكرة بتحصل وهتحصل. ممكن لا قدر الله الهاتف يضيع، ممكن تعملوا ضبط مصنع للهاتف، كل حاجة تضيع، فتكونوا مستعدين. طب نشوف، لو حد مش عارف يوصل لقناته لأي سبب في الدنيا يعمل ايه؟ في رابط اهو قصادنا، هندخل عليه ونشوف هنتعامل ازاي. ورابط القناة بتاعنا او لينك القناة انا عندي اهو، بصوا طويل ازاي، فالمفروض ابقى عارفه، والمفروض ابقى عارف كمان رابط القناة بالاسم المعرف. الاسم المعرف للقناة المفروض سهل الموضوع، youtube.com، دي ثابتة عند الكل، @هشام10. لو انا خدت youtube.com @هشام10 بس، وعملت نسخ ولصق في بحث جوجل، اهو قصادنا اهو، هيدخلني على القناة بتاعتي، فسهل ممكن يتحفظ. ناخد الرابط بتاع طرح سؤال على منتدى المساعدة اهو، ونحطه على جوجل، بحث جوجل، هيظهر قصادنا المنظر ده. هنا هنحط عنوان الموضوع، يعني مثلا اكتب لا استطيع الدخول لقناتي، وهنا اشرح المشكلة. بس عشان اشرح المشكلة احط رابط قناتي، او احط الاسم المعرف لقناتي، او احط الاتنين، وابتدي اشرح المشكلة. وبعد ما كتبنا وشرحنا الموضوع نختار الفئة. عندي كذا اختيار، نشوف ايه الاختيار مثلا المناسب. مثلا هختار حسابي على اليوتيوب، وادوس على التالي، واختار المشكلة، تم الاستيلاء على الحساب او غير ذلك حسب الموضوع نفسه، وادوس على الخطوة التالية. هنا بيقول لي في مقالات مع عدة موضوعات، ممكن اختار دي او دي او دي او دي، بس انا مش عايز اعمل كده بقى، مش لسه هقرا وكده، انا ادخل في الموضوع على طول، ادوس على الخطوة التالية. نختار هنا النظام، اندرويد ولا ايفون ولا ويب، نختار ويب. وهنا اختار مثلا منشئ محتوى، وندوس الخطوة التالية. نلاقي متعلم صح على تلقي رسائل الكترونية عندما يرسل احد المستخدمين ردا، واعمل نشر مشاركة، بس انا طبعا مش هعمل، وان شاء الله يجي الرد على الايميل اللي داخلين بيه، يفضل طبعا ايميل القناة. لو لا استطيع ان انا ادخل بايميل القناة، ادخل بايميل اخر يكون لي سيطرة عليه، وتابع الموضوع. نيجي بقى للجزء التاني من الفيديو، مرضتش اعمله فيديو لوحده، بوت الربح العربي من التليجرام. طبعا اختنا، مش هقول اسمها، قالت لنا على الموضوع ده، ندخل في قناة بوت الربح العربي على التليجرام، وكل ساعتين ندوس على الرابط، ويحصل لنا ان احنا ناخد 2 دولار، واما نوصل 1000 دولار هنصرف ان شاء الله. طب انت متأكدة من الكلام ده؟ ايوه، صاحبتي فرح اكدت لي الموضوع ده. ام فرح هي اللي قالت لك كده؟ لا، صاحبتي فرح. انا قلت ده فنكوش اكيد، هي قالت لي لا، الموضوع صحيح. فرح اكدت لي انه صحيح. لقيت فيديو للاستاذ احمد رؤية للمعلوميات، وانا بثق فيه طبعا، لقيته ان هو نفسه جرب الموضوع ده، واستطاع في يوم واحد ان يحصل على 1000 دولار، نتيجة طبعا لما يقول ادخلوا وخدوا الرابط دوت، واللي يدخل منه ياخد 6 دولار مثلا. فكذا واحد عنده ما شاء الله على الفيسبوك نشر الموضوع ده على الفيسبوك، فقدروا يدخلوا عنده، كل واحد يدخل ياخد الرابط ويشترك في البوت اللي هو بوت بيت الربح العربي، بيحصل الاستاذ احمد على 6 دولار مع ضغطاته هو اللي هي 2 دولار كل ساعتين، قدر يوصل في يوم واحد ل1000 دولار، لكن معرفش يصرف. يبقى الموضوع فنكوش وبيضحكوا بيه علينا. طب ايه الغرض انهم يضحكوا علينا؟ بقى عندهم قناة على التليجرام فيها ملايين المشتركين او ملايين المغفلين، لا مؤاخذة يعني، ماشي، وياخدوا القناة دي
يبيعوها لحد يبقى عليها مشتركين كتير. طب هل ده نصب؟ هو ما خدش منك فلوس ولا خسرك حاجة، لكن بيضحكوا علينا. طب نعمل ايه؟ الحل ايه؟ الحل نكمل، واحنا عارفين ان مفيش $1000 ولا حاجة ولا هنصرفهم ولا حاجة، بس نكمل ليه؟ ونرجع بقى لاختنا اللي قالت لنا ادخلوا واعملوا، وكل واحد جاله $1000 وهمي يقول لها من فضلك انا عاوز $1000 بس. هي هتتصرف، مش هي اللي قالت لنا على الموضوع؟ كتر خيرها انها قالت لنا ولا ايه؟ في النهاية شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.